السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف الثامن، وأهلا وسهلا فيكم في مادة العلوم. اليوم بس رح نتطرق إلى درس جديد اللي هو نظرية تكتونية الصفائح. نظرية تكتونية الصفائح هي النظرية اللي بوضح لك يا ثامن على أي أساس تشكلت عندنا هاي القارات أو تباعدت عن بعضها وتوزعت ودخلت المياه بينها. هلا بحكي لك، في اول شيء عندنا فرضيه اسمها فرضيه انجراف القارات. هاي الفرضيه وضحها عالم اسمه ألفريد فيجنر. ألفريد فيجنر هو عالم توصل عندنا الى انه يا ثامن جميع الكره الارضيه كانت عباره عن قاره واحده، يعني كل القارات اللي بتعرفها هلا زي افريقيا، اسيا، اوروبا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، هاي كلها كانت عبارة عن شو؟ عن قطعة واحدة، قارة واحدة، وكان بس في محيط واحد أو مياه واحدة بتحيط فيها. إلى إنه مع مرور الأسنين الجيولوجية اللي أخذناها قبل هيك زي العصر، الحقبة، الدهر، شو صار عندنا؟ صارت هاي القارات أو القرقعة الواحدة من اليابسة صارت تتباعد عن بعضها البعض وتشكلت عندنا إيش يا مس؟ تشكلت عندنا القارات اللي احنا بنعرفها هلا. فهي توصل لها اسمه عالم، العالم ألفريد فيجنر. بحكي لك انه تنص فرضيه انجراف القارات على ان الارض في بدايتها كانت مكونه من قاره واحده تدعى بنجايا. بنجايا معناها كل اليابسه يا ثامن. بنجايا معناها كل اليابسه، واضح يا مس؟ طيب، ومحاط بمحيط واحد يدعى محيط بنثلاسيا. بنثلاسيا ومعنى بنثلاسيا اللي هي كل المحيط. بعدين بحكي لك في بمرور الازمنه الجيولوجيه انقسمت قارات، انقسمت الى قارات اصغر وبدات تبتعد عن بعضها بحركه مستمره وبطيئه، زي الرسم اللي موضوع عندك بكتابك يا ثامن صفحه 105. طلع لي على انقسام قاره بنجايا وابتعاد القارات عن بعضها البعض. هاي الرسمة أول واحد توضح لك أنه قبل 250 مليون سنة، شوف عندك كيف القارات كانت متقاربة من بعضها البعض يا ثامن. بعدين بحكي لك قبل 200 سنة، لاحظ أنه شوي شوي صارت القارات مالها أو قطعة اليابسة تتباعد عن بعضها البعض. وبعدين أنه قبل 150 سنة مليون سنة صارت تتباعد عن بعضها البعض أكثر وأكثر، ومع مرور السنوات يا مس صارت عندنا الأرض بهذا الشكل، تشكلت عندنا القارات اللي احنا بنعرفها والمحيطات والبحار المسمية عندنا حاليا. هاي القارات كما تبدو الآن توزيعاتها أو تقسيماتها على سطح الكرة الأرضية. فهو صار يفسر لك هذا الحكي على أي أساس، شو اللي خلاه يطلع فرضية انجراف القارات. بحكي لك ألفريد فيجنر لما صار يعمل دراسة للقارات نفسها بعد ما تقسمت، توصل ألفريد إلى أن حواف قارة أفريقيا مطابقة لحواف قارة أمريكا الجنوبية. كيف يعني؟ يعني هلا هم لما بتقسموا مثلا هاي عندنا أفريقيا، أوكي؟ وهاي أمريكا الجنوبية، فاللي بلاحظه ألفريد يا ثامن أن حواف أمريكا مطابقة لحواف أفريقيا، يعني لو قربناهم من بعض بيلزقوا مع بعض، يعني هاي بتركب على هاي زي لعبة التركيب، هاي الحافة بتركب على هاي الحافة. فهذا اللي قال العالم ألفريد فيجنر إلى إنه يطلع لنا فرضية أو يخترع أو يكتشف فرضية انجراف القارات، لأنه في بعض حواف القارات كانت متطابقة مع بعض البعض، يعني لو قربتوا مع بعض البعض رح يلتزقوا أو رح يقربوا على بعض، رح يتطابقوا. قلت لك زي لعبة التركيب اللي بتلعبها، لما تكون عندنا قطع البازل وهذا الشكل يا ثامن، مش بتكون عندك القطع زي هيك مثلا وبتجيب قطعة بتكون من هون بتسكرها، قطعة ثانية مثلا بتسكر من هون. طيب ليش سكرت؟ لأنه حواف هاي القطعة مطابقة إلى حواف هاي القطعة بلعبة البازل. فهذا الحكي نفسه اللي توصله العالم ألفريد فيجنر
الى حواف القاره. فحكى لك هي بالاساس كانت ملزقه بعض البعض، بس صارت عندنا اشياء بالطبيعه عملت على تبعيدها او تفريقها او تكسير هاي القاره الوحده لمجموعه من القارات. واضح يا طيب هلا يا ثامر رح ناخذ بعض الادله اللي خلت ألفريد فيجنر يحكي لك عن انجراف القارات، او خلاه يحكي انه في قاره واحده كانت عندنا بعدين تقسمت الى مجموعه من القارات. اول شيء بدك تطلع لي على كتابك صفحه 106، هذا المثال اللي انا طرحت لك اياه هلا يا ثامر. هاي بيحكي لك افريقيا وهي امريكا الجنوبيه، لاحظ كيف لما بتقربوا مع بعض في تطابق بالحواف، يعني زي اكنه افريقيا وامريكا كان قطعه واحده، بس صار اشي كسرهم او قطعهم انفصلوا الى قطعتين. واضحه يا مس؟ طبعا هم حاليا مش ملزقات ببعض، بس هو بيحكي لك ألفريد لو قربناهم على بعض لاحظ حوافهم متطابقه مع بعض، يعني رح يلزقوا رح يقربوا على بعض. فبحكي لك هذا اللي قاد العالم ألفريد فيجنر انه يفترض ان الارض او اليابسه على الارض او القارات اللي على الارض كانت عباره عن رقعه واحده او قطعه واحده. هلا بدنا نشوف شو الادله اللي خلت ألفريد فيجنر يحط عنا نظريه انجراف او فرضيه انجراف القارات. فيهم دليلين، في دليل احافير ودليل مناخ. اول دليل الاحافير بيحكوا لك لاحظ فيجنر وجود احافير متشابهه في القارات المتجاوره لافريقيا وامريكا الجنوبيه يدعى ميزوسورس. هلا الميزوسورس هم من انواع الديناصورات. بحكي لك كان في احافير من قبل افريقيا وبامريكا الجنوبيه، كان في احافير بافريقيا وامريكا الجنوبيه. هذا بدلني انا كانسان عادي بدلني على انه هذا الحيوان كان عاش في افريقيا وكان عاش في امريكا. ماشي؟ بس كمان ألفريد بحكي لك انه هذا الحيوان الميزوسورس بقول لك ما كان بيقدر يسبح، يعني هو مش من الحيوانات اللي بتعيش في الماء، او مثلا زي البرمائيات انه بيقدر يسبح بالمي. بحكي لك هذا الكائن الميزوسورس فقط يستطيع العيش على اليابسه، فهذا خلاه يقوده او خلاه يقود لتفكير انه افريقيا وامريكا كانوا لازقين ببعض او كانوا عباره عن قاره واحده، لانه الميزوسورس موجود بامريكا موجود بافريقيا، وهذا الكائن الحي لا يستطيع السباحه، لا يستطيع السباحه، فبده يكون بيمشي على يابسه. فبما معنى ان افريقيا وامريكا كان مالهم لازقين ببعض او قاره واحده. ثاني دليل اتبعه ألفريد لحد يحط لك فرضيه انجراف القارات، انه لاحظ ان المناخ القديم بيحكوا لك لاحظ فيجنر وجود جليديات امريكا الجنوبيه وافريقيا وهند واستراليا، وهذا يدل انها كانت قاره واحده. هلا بحكي لك يا مس برضه لما راح على قاره افريقيا شاف فيها جليديات، نفس نوع هذا الجليديات موجود بامريكا الجنوبيه موجود بالهند وموجود باستراليا، اربع فيهم نفس نوع الجليديات. فهذا اللي قاد بيحكوا لك ألفريد لحتى يضع فرضيه انجراف القارات، انه بحكي لك معناته زمان كانت امريكا وافريقيا والهند واستراليا ملزقين ببعض لانه كان لهم نفس المناخ اللي هو المناخ البارد وجود الجليديات، بس هلا لما ابتعدوا عن بعض اختلف المناخ تبعهم صار دافئ. ماشي يا مس؟ فهذول الدليلين هم القادوا ألفريد فيجنر ليضع فرضيه انجراف القارات، انه في عندنا احافير موجوده بافريقيا وامريكا الجنوبيه، وهي الاحافير لا تستطيع السباحه بس تستطيع المشي. فهو حكى لك انه افريقيا وامريكا الجنوبيه كانوا لازقين ببعض او كانوا قاره واحده. ثاني شيء اللي هي دليل مناخ القديم، لما وجد انه نفس الجليديات الموجوده عندنا بامريكا الجنوبيه موجوده بافريقيا موجوده بالهند موجوده باستراليا، نفس نوع الجليديات. ماشي؟ فهذا خلاه يقوده الى انه كل هدول الاربعه كمان كان عباره عن قاره واحده او رقعه واحده. ماشي يا مس؟ بس هلا بالمقابل يا ثامر بيحكوا لك مع انه ألفريد فيجنر عمل كل هالدراسات وكل هالابحاث الى انهم ما اخذوا بفرضيه اللي وضحها لي فرضيه انجراف القارات، رفضوها. ليش رفضوها؟ لانهم لم يستطع تفسير القوى المحركه للقارات. هلا ألفريد اوكي قال انهم كانوا قريبين من بعض او نفس الرقعه او نفس القاره، بس ما حكى ألفريد كيف ابتعدوا عن بعض او شو سبب ابتعاد هاي القارات عن بعضها البعض، عشان هيك رفضوا فرضيته فرضيه انجراف القارات. واضح يا ثامر لهون؟ طيب هلا بحكي لك السبب انه خلى هاي القارات تبتعد عن بعض، يعني كلام ألفريد صح انه هي كانت عباره عن قاره واحده او رقعه واحده، بس بحكي لك
في علماء تانيين طلعوا لنا سبب ابتعاد القارات عن بعض البعض او انجراف القارات عن بعض البعض زي ما حكى ألفريد فيجنر. في عندنا واحد اسمه هاري هيس. هاري هيس هذا العالم هاري هيس انه عمل عندنا دراسات لقاع المحيط فوجد في عندنا الصدع. الصدع اخذناه اللي هو زي الشق وين موجود في منتصف قاع المحيط. صدع موجود في منتصف قاع المحيط وهذا الصدع جاء في منتصف سلسلة من الجبال البركانية. في منتصف سلسلة من الجبال البركانية فبحكي لك العالم هاري أنه سبب انجراف القارات أو تباعد القارات عن بعضها البعض هو وجود نشاط زلزالي أدى إلى تكوين سلسلة من الجبال البركانية وسط المحيط. هلأ الزلزال تعرفوا يا سابع هي عبارة عن ثامن تحرك لصفائح الأرض أو طبقات الأرض. طبعا هي لما تتحرك بده يصير مثلا زي تشقق أو انكسارات أو تصدعات. فبحكي لك أنه سبب ابتعادها عن بعض هو هذا نشاط الزلزال اللي صار عندي أدى إلى تكسرات أو تصدعات خلاها عبارة عن أجزاء أو قارات تبتعد عن بعضها البعض. واضح يا مس؟ فبحكي لك بعدين توصل العالم هاري هيس إلى إشي اسمه توسع قاع المحيط. أي أن قاع المحيط أو وسط المحيط هي عبارة عن صدع. هيا مس هذا كان في عنا محيط أو المنطقة بين إفريقيا وأمريكا بحكي لك كان لازقين مع بعض صار عندي زي صدع اللي هو نشاط زلزالي يعني زلزال كبير صار أو عدة أنشطة زلزالية حدثت وراء بعضها البعض أدت لتكون عندي زي هذا الصدع أو هذا الشق اللي أنتم شايفينه يا ثامن بالصورة. أدى إلى اتساع ظهر وسط المحيط وأدى إلى اندفاع القارات عن بعضها البعض ومما أدى إلى اندفاع مادة الماجما اللي بتعرفوها هي مادة منصهرة في باطن الأرض ماشي بتطلع عنا على سطح الأرض بتبرد وبتكون عندي طبقات جديدة ماشي يا مس. فهي نظرية توسع قاع المحيط أي أن منطقة ظهر وسط المحيط تعرضت للصدع أو شق أو كسر في منتصفها هذا اللي أدى أنه عندي الماجما لأنه أنا حكيت لك من باطن الأرض هذا صار عندي الصدع أو الكسر أو الزلزال من باطن الأرض أدى خروج إلى هاي المواد المنصهرة أو الماجما من باطن الأرض وبردت عندي وكونت عندي طبقة أدى إلى تباعد القارتين عن بعضها البعض. واضح يا مسنا هون؟ طيب هيك بيكون خلصنا عن ألفريد وهاس. هلا المرة القادمة يا مس راح ناخذ عن هاري هيس أسفن راح ناخذ عن الصفائح أنواع الصفائح الأرضية وراح ناخذ كمان عن الأدلة المؤيدة لهاري هيس. الأدلة المؤيدة لهاري هيس. يعطيكم العافية.